هلا فوزية بدي اسألك، لما كان لدريت انه بدي اتجوز شلون صارت حالتها وقتها؟ اسأل شهيرة خانم ابن عمي، اسألها. انا عم بسألك اليك بصراحة، ما كانت بدها اياك تتجوز حدا بعد نسوانك منوب منوب منوب. شو ساويت يعني؟ ايه صارت تقاتل دبان وشها وتحلف وتتوعد، ما بتصير هالجوازة لو على جثتها. هيك عمليت؟ ايه ابن عمي هيك عمليت. يا ربي سامحني، انا ما بدي اتهمها بقتل زهرية، بس اللي عملته من قبل بيخليني اتأكد انه هي القاتلة. ايوه، طب شو اللي عملته وانا ما بعرفه؟ بتتذكر شهيرة خانم لما مرضت هي ومطيعة وصارت تتلون وتتلوع وطلعت كل شيء ببطنها؟ ايه تذكرت. يمكن ها، يمكن والله اعلم، انه هي كانت حاطة سم لاختك بالاكل. لا ما معقول. انا هيك عم خمن. لا يا فوزي، هذا متخمين، متخمين بنوب، هي هي الحقيقة. الله يسامحني، الله يسامحني اذا كنت غلطانة. ابدا ماني غلطانة يا فوزية. الحمد لله اني ماني غلطانة ابن عمي، ويا رب يا رب يورجيك الحقيقة كاملة عن قريب يا ابن عمي. ان شاء الله يا رب. ليك فوزية، ما في شيء رح يضل مخبى الا ما يجي يوم ونكشف كل شيء امام كل الخلايا. ايه يا رب يا رب يعجل بهاليوم يا رب. امين يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. نام تقبرني. سلام يرمي الفتن، سلام يرمي الفتن، ما في حدا بيمنعه. سلام يرمي الفتن، ما في ضمير بيمنعه. وبيوم يعني يا ابو عامر قلي ليش بدها تقتلها؟ هاي مو أول ضرة لها. لا إله إلا الله، والله ما بعرف. بعدين هي لا قالت إيه ولا قالت لا، معناتها ما عندها مشكلة إذا تجوزت ولا لا. أنا ما عجبني سكوتها، كان لازم تحكي تقول أي شيء نفهم إنه ما بدها يعني تجوز. كاملة من عمرها سكوتية وآدمية وما بتحب الحكي وما بتحب المشاكل، يعني هي على طبيعتها. يا خاين يا غدار يا غدار، اللي بيخون الأهل غدار ونتلو جبان، اللي بيخون الأهل غدار ونتلو جبان، والوفي ابن الأصل. إيه بس اللي بده يعمل شغلة كبيرة ما بيحكي فيها. أبو عامر، شو ما سمعت وشو ما صار، أنا متأكدة إنه كاملة بريئة. ليش متأكدة؟ لأنها بنت مرباية وبنت حلال، وبحياتها ما حاولت تأذي بني آدم لا قريب ولا غريب. والله ما بعرف شو بدي اقول. فهمني يا ابو عامر، صدقني كاملة ما دخلها، والله ما دخلها. هلا اذا انا وافقتك وقلت كاملة بريئة ومو هي اللي حطت السم، مين بده يكون حاطه؟ رب العالمين وحده يلي بيعرف يا ابو عامر. لا اله الا الله محمد رسول الله. ناشدتك برب العالمين ساعدها يا ابو عامر، كلنا بدنا اياك تدور على اللي عمل هالعملة لانه بدنا اياه يتحاسب. طب وإذا قلت إني شاكك فيكي لك مطيعة؟ حقك أبو عامر، حقك تشك فيني وحقك تشك فينا كلنا واحد واحد، بس يلي بيهمنا أنك تكشف الحقيقة، لأنه بالنهاية كاملة وحدة من حريمك وعرضة من عرضك وما بيصير تظلمها. لا تهكلي هم اختي، لا تهكلي هم، انا راح اعرف مين اللي سرق بيت ابو هاشم. الله يقويك يا رب. امين يا رب امين. وشغله ثانيه بدي اياها منك. امريني. بدي روح شوف كامله بالحبس. لا لا
لا أختي لا. وليش لا؟ أختي ما بدي إياها تزعل على اللي عملته بحالها لما بتشوفي بزيارة عم تلمنها. ما أنا بدي روح شوفها حتى أتأكد منها إنه هالعملة اللي صارت هي عاملتها ولا لا؟ أكيد هي عاملتها أكيد. وليش هيك متأكد؟ مين له مصلحة بهالبيت إنه يقتلها غيرها؟ ما لا طايقة حرمة رابعة إنه تفوت على البيت. أي هذا مو عذر لحتى تقتل. لا ما عقلك أختي، بس أنا فكرت كتير وحسبت كل كلمة وكل شغلة سويتها، ما في غيرها. وشو حسبت؟ البنت بتحبني وبتغار من فوزية ومن مطيعة. أنت شفتي قديش ضربتها وما بطلقت، بالعكس آخر مرة كسرت كلام أبوها وتركت بيتهم ورجعت لعنا. الله لا يتوهمنا رأي. تفضل تقبر نيكول. تفضلي شهيرة خانم. بقدر فوت؟ لا لا، نامي الليلة عن مطيعة. شبعت من جيعة؟ شو شاردة؟ مالي شاردة، بس فقدت لها كتير لكاملة. اي والله، وانا كمان اشتقت لها كتير، بس انا مشتاقت لها اكتر منك. اي بس انا اكتر منك. يو ايش كان مشتاقتي لها اكتر مني؟ روحي لعندها عالسجن وعيشي معها. يا عليك شو عقلاتك خفاف. يكونوا عقلاتي خفاف أحسن ما يكون شرفي الخفيف. شو قصدك ولا متيعة؟ انطبي ونامي، مو رايق قتلك. زعلت بدك كتير ابن عمي. معقول ما بدك ياني يكون جنبك واخدمك وشوف شو بدك يا تاج راسي؟ ولا بدك تبعدني عنك؟ والله والله انا اذا ببعد عنك بموت. جيبي المصاري فوزية. يو انو مصاري؟ لك شو بنا فوزية؟ الخمسين ذهبيه اللي اعطيتك اياهم قلت لك خبيهم، هدول حق بضاعه للبوايكيه، نسيتي؟ لا لا شو نسيت، تقبرني. شحني ضاوبتهم وقت اللي بدك اياهم بيكونوا جاهزين. هاتيهم هاتيهم. امرك. شو بالظاهر عمتك مكداس ما عاد اجت لعندن منا؟ من آخر مرة اجت فيها لعنا ما شفتها. أيوة بس لازم نطمن عليها، بركي ابنها رجع للليالي ولعب القمار مو مسترجية تيجي تخبرنا. والله ما بعرف يا تقبرني. خلص يصطفلوا، انت شو بدك فيهم؟ انت عملت اللي عليك وزيادة. ما بيصير، هي مرة وحدانية ولازم تطمني عليها، وكداس عقلاته على قده ما عم يدير باله عليها. لك لأنه ما بيفهم، في حدا بيغضب أمه؟ أعوذ بالله، يا رضا الله ثم يا رضا الوالدين. أي والله يا رضا الله والوالدة. الله يرحم أبوك وأمك على الموت اللي ماتوا سوا. هيك الله مقدر له. أي والله قدر الله وما شاء فعل. لك ما قلتي لي صار شيء جديد؟ مش هو ابن عمي بالحمل؟ لا والله ما صار شيء. شيء ليكون عم تاخدي دواء وانا متريان؟ لا ايو والله العظيم من يوميتها ما عاد اخدت شي بيمنع الحمل. لك ليش لهلا ما صار شي؟ والله ما بعرف، بس باذن الله باذن الله رح اجيب لك ولد ثاني. لنشوف، بس لا طولي ان شاء الله ابن عمي.